بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، لو انتم مشجعين بايرن ميونخ فهارد لك على الخساره النهارده، وممكن تنزل تعمل لايك او تعمل سبسكرايب لو الفيديو عجبك. اما انتم مشجعين باريس سان جيرمان اللي هم مش موجودين حرفيا، فالف الف الف مبروك ليك عزيزي مشجع باريس. اما لو انت من الناس اللي كان بيتفرج على المباراه النهارده وسال السؤال ليه بوتشيتينو ما لعبش جيم هجومي، فانا عايز ارد عليك واقول لك الموضوع سهل جدا وبسيط. لو انت مدير فني لباريس سان جيرمان والنهارده رايح تلاعب فرقه من افجر فرق الكوكب حاليا زي بايرن ميونخ، هتقرر ان انت تلعب قدامهم جيم مفتوح ولا تقرر انت تلعب قدامهم جيم باعتماد على الهجمات المرتده وان انت تسيب لهم الكوره اغلب الوقت وتلعب في الحاله الدفاعيه؟ هتقول لي لا، انا فرقه زي باريس سان جيرمان ما ينفعش ان انا العب جيم دفاعي اغلب الوقت واعتمد فيه على المرتدات. هقول لك خايب من عندك اتنين باكات، ناحيه الشمال موجود عندك كورزوا وناحيه اليمين موجود عندك فلورينزي، الاثنين غايبين، وغايب عندك في نص الملعب فيراتي، وكمان غايب باريدس، وكمان هجوميا غايب عندك مارو ايكاردي، وغايب عندك بابلو سارابيا اللي هو ما بيشاركش كتير. فهتقول لي هتعمل دلوقتي ايه؟ هتقرر ان انت تلعب جيم هجومي ولا تلمها وتلعب على اعتماد على الهجمات المرتده، خصوصا كمان ان انت هتلعب بدوجبا وهتلعب بعبدو ديالو علشان مضطر تلعب بيهم على الاطراف، وهتلاقي ان انت عندك مساكين كيمبيمبي وموجود عندك ماركينوس وقدامه هتلعب عبدو ديالو وهتلعب كمان بيدريسا جاي. ثلاثي تحت كيليان امبابي، ناحيه اليمين هتقرر ان انت تلعب بانخيل دي ماريا، وهتقرر ان انت تلعب جوليان دراكسلر، ناحيه الشمال ونيمار صانع العاب، وطبعا كيليان امبابي مهاجم وحيد، وهتعتمد اغلب الوقت على ان كيليان امبابي هيروح دايما على اللعيبه اللي هما بيعانوا من البطء زي مثلا زولي وزي مثلا بافارد، لان زولي وبافارد عندهم مشاكل كتير قوي في عائله السرعات دي. حتى لو بافارد تقدر تقول كده ان هو سرعاته نوعا ما مقبوله، بس مش هيقدر ان هو يجاري امبابي، وده فعلا اللي كان بيعتمد عليه بوتشيتينو. نلعب الهجمات المرتده، نعتمد على بصيره نيمار في الباص، ونعتمد كمان على ان امبابي بيروح يختار الحتت اللي فيها اماكن متاحه ليه ان هو يلعب بوشه كتير، يلعب بوشه يشوط على المرمى، يلعب بوشه يقرر ان هو يعدي واحد على واحد. المهم ان امبابي يعرف يختار كويس قوي الاماكن اللي بيستلم فيها، علشان خاطر تلاقي ان امبابي بيتحرك ورا الابا في لقطه الهدف الاول، وتلاقي ان باريس سان جيرمان اول كره جات له في الجيم قدر ان هو يجيب الهدف الاول. طيب باريس سان جيرمان المباراه ماشيه بالنسبه له كده زي الفل، المباراه ماشيه بالنسبه له حلوه قوي. ايه بقى اللي كان موجود عند بايرن ميونخ الناحيه الثانيه؟ برضه نفس الطريقه 4 2 3 1 بيحبها هانز فليك جدا، بس 4 2 3 1 فيها غيابين مؤثرين جدا 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 جدا، وهو جنابري وكمان ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي صعب جدا انك تعوره دلوقتي باي مهاجم في العالم، ما بالك بقى لو انت بتلعب شوبو مواتنج. فهتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا، لان مواتنج مش هيقدر يحل او مثلا يعوض ليفاندوفسكي بنسبه تتقارب ل 40 50%، لا الموضوع بعيد جدا. ولما تلاقي ان انت كمان عندك جنابري ما بيلعبش، وتلاقي ان انت عندك ساني، وتلاقي ان انت عندك كينجسلي كومان، فهتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا. ان ساني ما بيشوطش اغلب الوقت، ساني بيحاول ان هو يوصل لحد الست يارده ويفكر يلعب كورسات، والناحيه الثانيه كومان تايه، وكومان بيواجه مشاكل كتيره انت مش فاهم هو كومان عايز يعمل ايه جوه الملعب، وعايز يشوط ولا عايز يعمل ايه بالظبط. وفجاه تلاقي ان كمان فجاه تلاقي ان انت عندك جورتسكا اتصاب، واصابه جورتسكا اجبرتك ان انت تنزل الفونسو ديفيز يلعب باك شمال مكان لوكاس هرنانديز، وتدخل لوكاس هرنانديز جوه وتحط الابا مكان جورتسكا، وتلاقي ان الفرقه كلها مره واحده حشكلت الامور، وتلاقي ان انت لبست الهدف الثاني. الهدف الثاني لضربه ركنيه، ماركينوس بيزيد، وماركينوس زيادته بتبقى معروفه كويس قوي. ارجع شوف دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، وماركينوس دايما كان بيقدر ان هو يكون عنصر حاسم بالكوره اللي بيلعبها هيدرز. المره دي ماركينوس بيرجع من ورا وبيستلم الكوره، وبتلاقي ان ماركينوس استلم بريحيه وجاب الهدف الثاني. 2-0 لباريس سان جيرمان. باريس ماسك زمام الامور، زمام الامور اللي هو انا سايب الكوره لبايرن ميونخ، بس انا في نفس الوقت عارف ادافع عشان خاطر الكوره العاليه بياخدها دايما ماركينوس وكيمبيمبي. ماركينوس اللي عطى سيكه زياده جدا لكيمبيمبي، والاثنين مع بعض بيقدروا ان هم يكونوا منظومه دفاعيه جيده، وراهم كيلور نافاس حارس العام في دوري الابطال الموسم ده، لان نافاس الموسم ده حرفيا اغلب الوقت قادر ان هو يشيل خط الدفاع بتصدياته الكتيره جدا وتوفيقه العالي جدا. يا جماعه السبحه ما طلعتش مع زدان، يا جماعه السبحه طلعت كانت اساسا مع نافاس، ونافاس اللي كان مسلمها لزدان. نافاس عامل موسم خرافي جدا في دوري الابطال، والنهارده عمل جيم حلو قوي، الدليل انك لو دخلت مثلا على سوبر سكور هتلاقي ان نجم اللقاء في باريس سان جيرمان هو نافاس، وبعديه كيليان امبابي. نافاس بتصدياته السنه دي بصراحه عنصر فوق الخيال، احيانا في الكوره بتخبط فيه بس توفيق، ولازم حارس المرمى يكون عنده توفيق. كيمبيمبي اتصاب، اسف مش كيمبيمبي، ماركينوس هو اللي اتصاب. ماركينوس لما اتصاب كان في مشكله ان انت كده التوازن هيبدا يقل، كده هنضطر ان احنا ننزل عبده ديالو يلعب مساك، وهننزل مكانه اندريا سيريرا عشان خاطر هيريرا هيلعب نص ملعب، واتفقنا ان عبده ديالو هيرجع مساك وهيبقى موجود هيريرا، وموجود جنبه ادريسا جاي.
طب كده في مشكله. طبعا في مشكله، الكره العاليه اللي احنا كنا بنقول ان بياخدها ماركينوس مين اللي هياخدها دلوقتي؟ لقينا اول كروس بيترفع بيقدر يشوف واتنج يجيب الهدف الاول. الهدف الاول تقدر تقول كده ان الجيم نوعا ما 2-1. يلا بقى نخش نتعادل بسرعه كده علشان خاطر باريس سان جيرمان عنده مشاكل كتيره. لو جبت في الهدف الثاني هتلاقي ان انت متاح لك انك تجيب الثالث وتجيب الرابع، وباريس بيقرر ان هو يرجع. وده الوقت اللي بيكرر فيه دي ماريا وبيكرر فيه جوليان دراكسلر ان هم مش هيعملوا وجبات هجوميه، وهنسيب الوجبات الهجوميه كلها لمبابي ونيمار، وهم الاثنين هم اللي هيهاجموا، وهندفع بثمانيه وخير اللهم اجعل خير. المهم ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه النهارده من قلب الاليانز ارينا، حتى لو 3-2 لبايرن 4، المهم ان احنا جبنا هدفين النهارده ونرجع ندافع وهنحاول ان احنا نطلع بالجيم على قد. توماس مولر بيجيب الهدف الثاني في الدقيقه 60، المباراه 2-2. المباراه بدات تروح لحته ان بايرن ميونخ هيجيب الثالث والرابع والدنيا تبقى بين البوتشيتينو، ولعبته جوه الملعب سيئه، خسرنا الالتحامات الهوائيه، خسرنا كمان التقدم النفسي اللي كان بالنسبه لنا جوه الملعب علشان خاطر كنا كسبانين 2-0 دلوقتي. لا بايرن بيرجع، وبايرن بيرجع في الجيم كمان برغم ان اللعيبه كان اللي بتخاف تشوط جوه 18 زي كومان وزي سانيه علشان خاطر كانوا بيبصوا زمان يشوفوا ليفاندوفسكي فكانوا بيلعبوا ليفا، ليفا كان بيفتح لهم المباريات وهما بيشوطوا بعد كده، المره دي مفيش ليفا، طب هنشوط طب هنعمل ايه؟ كنت بتلاقي ان في كور غريبه قوي بيبان ان في لعيبه ما عندها الثقه ان هي تصوب، ودي بانت جدا على صانيه. بتلاقي ان 2-2 الجيم فتح بقى، بيقدر كيليان امبابي في عكس مجرياته الامور وعكس ما باريس سان جيرمان مش قادر يلعب جوه الملعب وملوش اي ملامح هجوميه في الشوط الثاني غير الكره اللي نيمار حب يعملها تشيب من فوق مانويل نوير ونوير تصدى لها علشان خاطر تلاقي امبابي بيفتح المباراه ثاني لباريس وبيجيب الهدف الثالث. لما الهدف الثالث جه كان واضح جدا ان والله يا جماعه الكوره مش عايزه بايرن ميونخ يكسب النهارده، وواضح ان الكوره وتالق خطر النفس الغير طبيعي النهارده، كل ده بيقول ان باريس سان جيرمان هيطلع كسبان، وده فعلا اللي حصل برغم كل التهديدات اللي حصلت من بايرن ميونخ، وبرغم كمان سوء التوفيق الغير طبيعي لتصويبه زي تصويبه الابا، اللي الابا برده لما لعب مكان جورتسكا ما كانش فيه اي مشكله بالنسبه له، لعيب مهم جدا 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 بالنسبه لمنظومه فريك ومنظومه البايرن جوه الملعب، الراجل مساك بيلعب، الراجل باك شمال ما عندوش اي مانع وبيلعب عادي، حتى بعد تغيير الفونسو ديفيز لما نزل ولقينا ان لوكاس هرنانديز دخل مساك تاني هو وبواتينج، لقينا ان برده قلبه واقف جوه الملعب، قلبه واقف جوه الملعب، ما عندوش أي مانع إن هو يلعب أي مكان جوه الملعب، والمباراة تخلص على كده، المباراة تخلص على إن باريس سان جيرمان بيطلع كسبان 3-2، برغم إن باريس سان جيرمان تصويباته فيهم مثلاً 6 أو 7 تصويبات، بتلاقي إن حوالين المرمى بتاع بايرن 4 تصويبات، وبتلاقي إن الناحية التانية بايرن ميونخ شايط حوالي 30 تصويبة، في منهم على المرمى 12، وفي كور تاني كمان بره المرمى، لا أرقام بالنسبه لبايرن ميونخ كانت عاليه جدا، اما الفعاليه كانت موجوده الناحيه الثانيه ناحيه باريس. مباريات دي تقدر تقول عليها ان مثلا بوتشينو احترم نفسه، زي ما قلت لك انت لما كان بوتشينو في البدايه هتقرر ان انت تلعب مباراه بمنظور دفاعي وتلعب على المرتدات، لما زي ما قلت لك مفيش مدرب عاقل حاليا يقدر يروح يلعب جيم مفتوح قدام بايرن ميونخ، هيشيل قبح وهيتفضح وهيتم اقالته، يبقى تروح تلعب مرتدات وتكسب ولا تلعب جيم مفتوح وتتفضح؟ اختار يا عزيزي. انت بتختار كده، ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك وتعمل ديسلايك لو ما عجبكش، وتنساش تكتب في الكومنتات لو ما عجبكش، كل اريحيه بالنسبه لك، اعمل اللي انت عايزه يا صديقي.